ميديا على مواقع التواصل المختلفة دكتور علاء ياسر استشاري القلب. نشر صورة بتجمعه بالفنان محمد هنيدي في المستشفى وكتب عن حالة الفنان هنيدي وقال ان في ليلة من ليالي رمضان اطمأنينا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي اللي اسعد الناس بتلقائيته وعفويته ودمه الخفيف واللي كمان كنا صلحناها برضو في ليلة من ليالي رمضان من كام سنة. واختتم حديثه وقال الحمد لله قلبه زي الحديد، وده كانت فيه رسالة طمأنة لجماهير ومحبي محمد هنيدي طبعا الفنان الجميل اللي تعرض لأزمة صحية وتم الاطمئنان عليه من خلال الصورة اللي نشرها الدكتور المعالج.